معنا والذي من أجله ضحوا بأرواحهم. سنحافظ على ثورتنا وعلى مبادئ ثورتنا، وأولها العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. لن نهدأ يوما إلا بعد أن نقتص لهؤلاء الشهداء بالعدل والقانون، ولن تنم أعيننا يوما إلا بعد أن نحقق ما خرجوا من أجله في 25 يناير وفي 30 يونيو، وهي المبادئ الثورية العظيمة التي يعرفها كل الشعب المصري. وإنما اليوم أؤكد أن مصر اليوم أقوى من الأمس، وأننا مسلمين ومسيحيين، الأزهر والكنيسة، الجيش والشرطة والقضاء المصري، واقفون وصامدون وثابتون في وجه هذا الإرهاب العنيف الذي لا يريد لمصر أن تقف على أرجلها، بل يريد لها أن تسقط وأن تنهدم، وهذا والله لن يكون. إن هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ينعمون الآن بإذن الله تعالى في جنة رب العالمين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنني أناشد الشعب المصري أن يقف صفا واحدا خلف جيشه وشرطته وقضائه وأزهره وكنيسته في وجه هذا الإرهاب وهذه القوى الغاشمة التي لا تريد لمصر كما قلت أن تقف على أرجلها. وإننا ندين كل المحاولات الإرهابية الآثمة والتي كانت آخرها بالأمس، ولا نفرق أبدا بين شهيد من شباب الثورة المصرية، ولا بين شهيد من رجال القوات المسلحة، ولا من رجال الشرطة البواسل، فكلهم ضحوا من أجل هذا الوطن، وكلهم عندنا لهم علينا حقوق سائرون بإذن الله عز وجل حتى نحققها. عاشت مصر آمنة مطمئنة بأزهرها وكنيستها، بجيشها وشرطتها وقضائها الشامخ. ووفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة والسيدات، أدعوكم الآن إلى الاستماع إلى كلمة معالي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات أبناء شعب مصر العظيم، أتحدث إليكم من هذا الميدان الخالد، هذا الميدان الذي تشهد كل بقعة فيه على تلك الأيام المجيدة من تاريخ مصر، حين هبت جموع الشعب من كل الفئات والأعمار والتوجهات مطالبة بالحرية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية. أراد الشعب واستجابت إرادة الله لدعوات المصريين، وانحازت قواتنا الباسلة لإرادة الشعب، فتكللت ثورة 25 يناير بالنجاح، فأسقطت النظام وأنهت عقودا من حكم الفرد، معلنة بدء مرحلة جديدة من تاريخ مصر تكون فيها السيادة للشعب، فيختار من يريد ليحكمه ويسحب منه الثقة إذا ما حاد عن الطريق أو انحرف إلى مسار يخالف القيم التي قامت من أجلها ثورة يناير. الإخوة والأخوات،
لقد أبهر شعب مصر العالم أجمع على مدار 18 يوما من أيام ثورة يناير، فانحنى الجميع إعجابا بقدرة هذا الشعب على القيام بثورة سلمية منظمة تضافرت فيها جهود المصريين وانصهرت كل فئة الشعب في بلتقة واحدة يجمعها يقين راسخ بقدرتها على التغيير. وفي 30 يونيو خرجت جموع الشعب من جديد بعدما أيقنت أن نظام الحكم القائم آنذاك قد حاد عن أهداف ومبادئ ثورة يناير، ومرة ثانية تنحاز القوات المسلحة لإرادة الشعب، فالشرعية للشعب يمنحها لمن يفاء لمن يشاء وينزعها عمن يشاء. الإخوة والأخوات، لم يكن لكل هذا أن يتحقق لولا تضحيات شهداء أبرار سالت دماءهم الزكية وصعدت أرواحهم الطاهرة إلى ربها في كفاحهم لتحقيق الحرية والعدالة. واليوم ونحن نضع حجر الأساس للنصب التذكاري للشهداء بميدان التحرير، نبعث برسالة إلى شهداء الوطن الأبرار وأن شعبنا لن ينسى تضحياتكم أبد الدهر، فقد خلدتم أسماءكم بحروف من نور وضحيتم بأرواحكم من أجل أن تعيش الأجيال القادمة في عزة وكرامة. وغني عن البيان أن مسار الأحداث بين الثورتين وكذا ما تلا من أحداث بعد ثورة 30 يونيو لم يكن بالمسار الهين أو اليسير، إذ أن الطريق إلى الديمقراطية والكرامة كان محفوفا بالصعب، حيث سقط العديد من شهداء هذا الوطن في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ومسبيرو وغيرها من بقاع وطننا الحبيب، كما استشهد من أبناء هذا الوطن جنود من قواتنا المسلحة الباسلة ومن رجال الشرطة الأبطال على أيدي جماعات الإرهاب والعناصر الإجرامية والتخريبية. ولهم جميعا ولأرواحهم الطاهرة نقول إننا على الدرب سائرون لنحقق لمصرنا الغالية ما تستحقه من مكانة بين الأمم، كما لم يهدأ لنا بال حتى نقطع أيادي الإرهاب ونطحر قوى التخريب والإجرام، لينعم أبناء مصر أينما كانوا بالأمن والأمان. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى مصابي الثورة وأسر الشهداء، وأؤكد لهم أن رعايتهم واجب علينا وأننا لن نتخلى عنهم وأن مطالبهم تمثل أولوية لدى الحكومة نسعى لتلبيتها بكل ما لدينا من إمكانيات. الإخوة والأخوات، إن مصر الآن تعيش مرحلة انتقالية بالغة الأهمية، إذ يجري العمل على صياغة دستور جديد للبلاد، دستور يمثل تطلعات وآمال المصريين جميعا بكل فئاتهم وأطيافهم، ثم يعقب ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتكتمل المؤسسات الدستورية المنتخبة وفق إرادة شعبية حرة. ومن جهة أخرى تعمل الحكومة على توطيد الأمن والاستقرار وتحقيق سلامة المواطن وحقوقه كأولوية أولى، وعلى الصعيد الاقتصادي الاستجابة للمطالب العاجلة والملحة دون أن نغفل المطالب طويلة الأجل والمتمثلة في إعادة هيكلة الاقتصاد وتعظيم موارد البلاد وترشيد المصروفات وتحسين مستوى المرافق والخدمات وزيادة الاستثمارات وفرص العمل. نعم، إننا نمر بمرحلة تأسيسية طريقها صعب لتحقيق ما نصبو إليه من حرية وعدالة وتقدم، ونحن واثقون من النجاح
واثقون في أن ما نتحمله الآن سيجعل حاضر المواطن المصري أفضل من ماضيه ومستقبله أفضل من حاضره. أشكركم جميعا وأدعو الله أن يكلل جهودنا بالنجاح، إنه على ما يشاء قدير، وهو نعم المولد المولى ونعم النصير. رحم الله أرواح الشهداء وأسكنهم فسيح جناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل الآن معالي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والسادة الحضور لوضع حجر الأساس للمشروع. هما يعملوا سلام للشهيد دلوقتي. دماء الاختلاط. لا بيجي بقى، ما دي صح بقى، خاطر تحط الايدي هنا كده.